اهلا وسهلا بصحيفه البلاد، نورتونا فوق العين وفوق الراس، حياكم الله، نورتوا يا مرحيب، اهلا وسهلا. مشاهدينا احنا اليوم متواجدين في الجناح الملكي اليمني، خلونا نشوف اجود انواع البهارات اللي موجوده عندهم. شلون تشوف اقبال البحرينيين على البهارات اليمنيه؟ والله اقبال جيد جدا. أول مشاركة لنا قبل 20 عام ما كان في إقبال، كنا نعطيهم سنبل. الآن خلاص قدوا ينتظر للمعرض، يجي إلى وادي حضرموت يأخذ بهارات السنة كامل. هذا البهارات واللبان من أجدادنا منذ القدم نمتاز بها، حتى عندما تروح لأي مطعم يقول لك أريد أكل يمنية. ما الذي بيميزها؟ اللحم هو اللحم والدجاج الدجاج، البهارات اللي بيخليها تمتاز عن غيرها ذوقها وطعمها ونكهتها. والله عندنا جميع الانواع. بالنسبه للعسل في عندنا عسل السمر دوعني، في عندنا عسل الزهور اللي هو الاطفال طيب بارد، عندنا عسل الغذاء الملكي، وفي عندنا عسل برضو عسل السمر، وفي عسل العصيمي اللي هو جبلي يسمى العسل الجبلي، وعندنا خلطات برضو، خلطات خاصة للأطفال للكبار للصغار من هذا الجانب. الخلطة المعجزة هذه خلطة خاصة فيها أعشاب طبيعية من غذاء ملكات، من حبوب لقاح، من بروبليس، من جينسينج، أعشاب طبيعية. أول مرة نسمع عن بهارات الشاي، خلونا نسمع من أهل اليمن شنو تفاصيل وأسرار الشاي العدني. وسيم كلمنا عن الشاي المبهر المخلوط بالبهارات. معانا الخلطة احنا سميناها خلطة الشاي العدني، لأنه نستخدمها احنا عندنا في البلاد، مش شاهي على طول، شاهي على بالهيل بالزعفران بالمسمار، أنواع كثيرة مخلوطة فيها، فبتجيب نكهة ذوق طعم رهيب، ريحة شم الشاهي يكون مزاج ممتاز. الحين عندنا المقاهي في صنعاء زي من بعد الفجر، بعد الفجر يقوموا على طول الشاهي القهوة اليمنية لازم الصباح، يعني السوق الصباح زي سوق المنامة عندنا صنعاء القديمة، ازدحام غير طبيعي على القهوة على الشاي العدني مع الفطور زيادة، وبعدين بالليل تزدحم الأسواق هذه من شان القهوة الشاهي تبسريها، الأسواق مزدحمة جدا جدا زيادة في المقاهي، وده حينها دخلت في الخليج وما شاء الله سمعتها كثير كويسة.